عسلامة عسلامة. هذا الفيديو لحمود السمع، فأرجو من أصدقائي اليمنيين وأصدقائي محبين الفن اليمني أن يوصلوها لحمود السمع. أنا مهجويني، مقيمة في تيانجين في الصين. تعرفت على أغانيك حمود وأنا في الصين، فانبهرت. ما أجمل صوتك وما أجمل أغانيك وما أجملك، ما أجملك، ما أحلاك، لدرجة أنه النادل في إيجل باب كان يظن أنك تونسي، لأني كل ما أروح على إيجل باب أشغل أغانيك وأشغل أغنية ما قلت لي مشتاق أشوفك، وخاصة مقطع جيت لك عاني معنى، جيت لك وأنا مريض، جيت من أجل عينك، جيت وأنا في الحضيض وما قلت لي، ما أروعك. كانوا يظنون لأنك تونسي، لأني كل ما أسمع أغانيك يعني أشعر كأنها من قرطاج، أشعر كأنها من بلادي. فحب الوطن مشترك، والوجع على الوطن مشترك. وأنا أقول أنه حمود السما علمنا أنه الشعب العظيم، هذا الشعب الشاعر، شعب امرؤ القيس، الشعب اليمني العزيز، لا ينهزم، لا ينهزم. الحرب لا تهزم اليمنيين، الصواعق والقنابل وكلها لم تقتل الحب عند اليمنيين، وأنت يا حمود أكبر مثال على ذلك. فكاذب في حديثه من يقول أن اليمن تحتضر، اليمن لا تحتضر. شعب فيه حمود السما بأغانيه، بصوته الشجي، بهذا الرقي، بهذا الجمال، ما أروعك، ما أروعك، وما أحلاك. وأنا أحب كل أغانيك، وخاصة مقطع اللي تقول فيه صنع ما لا أحباب غيره، ما أحليك. يعني عيشتنا في صنعاء، شفنا يمن الحب، شفنا يمن الجمال، وكأني أشم يعني طعم القهوة العربية وأنت تغني. فما أحليك، وأتمنى لك كل النجاحات وكل التوفيق، وحبك جدا باسمي وباسم الجالية التونسية في الصين، وكل العرب اللي في الصين، يعني كلنا نسمع أغانيك ونشغل أغانيك في كل مكان. فحبيتك تعرف أنك صوت الوطن لنا نحن كمغتربين، وما أجملك، وما قلت لي مشتاق أشوفك مثل ما نشتقت لك، وحبك جدا، حبك برشا كيف ما نقوله في تونس. تحياتي يا حمود، ودمت صوتا شجيا بهيا نتباهى به بين العالم، نحبك.